السلام عليكم، مش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. فمن بعد القيامه لنيضة على الكونت ديال حمزه مون بيبي وبين سعيده شرف ودنيا باطمه وريدة بوزيدي، خرج عاود بواحد الفيديو جديد اللي تيقول فيه انه كاينين خمسه الناس اللي كيضربوا فيه اللي كيطبلوا صاحبه التمثال. هو قال لك ما كيعبد الا الله وهذوك الناس كيعبدوا هذيك السيده. فقال لك غرارين عائشه اش غتقديو، ها عائشه طلقات. المهم الفاهم يفهم. المهم تيقول على انه خمسه الناس عندك القايده وعندك واحد السيده عندها الجنسيه من بلجيكا وواحد الاخ حتى هو اللي هما اللي كيديروا ليه التشهير. ما هو كيقول لك الحمد لله انهم ما عندوش الكونت ديال حمزه مون بيبي، ما دخل الحبس على وديته، ما دار تشهير الممثلين، ما شي حد انتحر على قبله ولا شي حد مات على ودو ولا شي حاجه. فالحمد لله هو صفحه بيضاء وعنده استعداد ان تليفونه يمشي للخبره وحتى الا كان شي حاجه انه يتحاسب ويدخل الحبس. قال لك يدخل الحبسه وياكل العدسه مسخوطه دريضه صافي. المهم تيقول على انه هو الا باغي يتواجه حيت فكيتواجه من الكونت ديالو اوفيسيال. هو عنده مشكل مع ساريكول والناس مالهم اش دخلهم، يعني خليهم منهم لساريكول. فعلاش كيحطوا انه عنده مشكل بينه بين واحد الفنانه وكيحطوا تصويرته مع جوج ديال الفنانات؟ هو قال لك لحد الساعه ما توصل بشكايه ولا حتى شي حاجه. هو ما عندوش شي مشكل مع سعيده شرف لانه هو من لي فان ديالها وعزيزه عليه، فما يمكنش غادي يخسر معاها على والو. المهم سيدنا كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. تسناو الايام المقبله غادي تكشف على كل شيء، كاع دوك الوجوه اللي دايرين الماسك القناعات كلها غتنتزع وغادي تبان الحقيقه.